بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أحباء التلاميذ في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية للمستوى الخامس ابتدائي. ودرسنا لليوم هو آخر درس في الوحدة السادسة الذي يندرج ضمن مدخل الاستجابة تحت عنوان أذكر الله أناجي الله في صلاتي. وكما تعودتم أحباء التلاميذ، نبدأ درسنا بالتعرف على أهدافه، وهدفنا لليوم هو أن نوظف مكتسباتنا حول الصلاة لحل وضعية المشكلة، وهي أناجي الله في صلاتي. ولكن ما هي المناجاة أو ما معناها؟ المناجاة هي الكلام مع الله عز وجل، ولكن سرا، إذ يجب أن يتخلل هذه المناجاة الإخلاص في الدعاء والتقرب إلى الله تعالى عز وجل بقلب خاشع سليم خالي من الذنوب وطاهر من الخطايا. وتعتبر المناجاة أعلى درجات الدعاء وأحبها إلى الله عز وجل، وتكون بتوحيده وحمده والثناء عليه سبحانه ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فنشرع بطلب المغفرة والرحمة منه والثقة بقدرته مع اليقين بالله سبحانه وتعالى، ونحن ثقة بأن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لدعائنا. إذن بعد معرفتنا بمعنى المناجاة، نمر إلى الوضعية التالية التي سوف أقرأها عليكم. طلبت مني صديقتي تودا أن أعلمها كيف تناجي الله في صلاتها وكيف تتأدب في مناجاتها. إذن بعد قراءتنا للوضعية سنمر إلى الأسانيد الموجودة لكي نعزز بها هذه الوضعية. الإسناد هنا هو الآيتين 82 و83 من سورة الأنبياء. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشف ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. تبين الآيات البينات دعاء ومناجاة سيدنا أيوب عليه السلام الذي ابتلاه الله بالمرض، إذ كان يردد قائلا: اللهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له بأن رفع عنه الضر أو المرض. وهذه الحادثة تبين أن الله سبحانه وتعالى يقبل دعاء ومناجاة عباده رحمة من الله سبحانه وتعالى ومغفرة. ونمر إلى الإسناد الثاني الذي هو حديث نبوي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة بالليل، قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي وأعترف بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا الحديث النبوي يبين مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة تعلمنا كيفية التأدب مع الله سبحانه وتعالى في طلب المغفرة والهداية. فالمناجاة والدعاء يحتاجان إلى التأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويحتاجان إلى شروط نختصرهم التالي. فمن آداب الدعاء الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي قبل طلب الحاجة. أيضا دعاء الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كأن نقول مثلا: يا رحمن يا غفار يا تواب يا رزاق، مع استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى مع الرغبة والرهبة منه. وأيضا لا ننسى تكرار الدعاء والإلحاح فيه، فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الملحاح. وأيضا من آداب الدعاء أن نحرص على الوضوء قبله والتوجه إلى القبلة مع رفع اليدين عند الدعاء. وأيضا من آداب الدعاء الدعاء للغير كالأهل والأصحاب والمسلمين الأحياء منهم والأموات، وأن لا ندعو على الغير أبدا. هذا باختصار بعد آداب الدعاء. ولكن كيف أذكر الله ومتى أذكره؟ أذكره في كل الأوقات، أذكره متى أشاء، بكرة أو عشيا أو ليلا ونهارا. وأيضا أذكره في جميع حالاتي، أي عند الخوف أو الفرح أو الحزن. وكيف أذكره؟ أذكر الله في جميع الوضعيات، قياما أو قعودا أو على جنب. والله عز وجل يسمع دعاءنا كيفما كن في جميع الأوقات وفي جميع حالات، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى ثمار أجنيه بذكره. أولا يرضى الله عني، ثانيا أحس بالإطمئنان والسكينة في قلبي ويستجيب الله دعائي. يقول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. إذن ما هي الأدعية الممكنة التي أستطيع الدعاء بها لله سبحانه وتعالى؟ أقترح عليكم الأدعية التالية
كي تدعو الله بها. فحاولوا أحبتي التلاميذ أن تحفظوا ما استطعتم منها، ومنها قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأيضا قول دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وأيضا يجب عليكم تلامذتي الأعزاء حفظ دعاء القنوت، وهو اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يدل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. ولا تنسوا أحبائي أن تكثروا من الدعاء في سجودكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا بالإكثار من الدعاء أثناء السجود، لأنها أكثر وضعية نكون فيها قريبين من الله عز وجل، فقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. إذا نستخلص مما سبق أن ذكر الله ومناجاته من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، والمناجاة هو كلام خفي بين العبد وربه يتخللها ذكر الله ودعاؤه وتكبيره وتوحيده. ولقد نصحنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف بالإكثار من الدعاء في السجود، لأننا نكون قريبين من الله أكثر من أي وضعية أخرى. وأيضا أن أستجيب لله ورسوله وأذكر الله وأتعلم الأدعية المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى واجبكم هذا الدرس لكي تجيبوا على الوضعية السابقة التي رأيناها، وذلك اعتمادا على ما فهمتموه. إذا انطلاقا من الآيتين القرآنيتين والحديث النبوي والصورة ومما تعلمتموه سابقا، أعرف حقيقة المناجاة وأستخرج من الدعائين عبارات الثناء والتأدب مع الله تعالى، وأيضا أصف ما قمت به لتنفيذ مهمة تعليم صديقتي كيفية مناجاة ربها. وإلى هنا قد انتهى درسنا، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى درس قادم إن شاء الله.